ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اتغني احنا مشاكلين في شنو؟ ما مشاكلين مع ناس الخنجر في الواطف الطين سرقوا مننا طين، ولا في شيكات، ولا في حلاوة مولد. نحن مشاكلين مع النازل في إنه الله واحد، ده قال الله كتار، نحن قلنا واحد، ده الموضوع، دي المشكلة هنا العوة في الحتة دي. نحن قلنا الله واحد بينزل المطر براو، الخنجر قال هنا امبارح قال أنا بملك 70 دليل على إنه غير الله ممكن ينزل المطر. يعني راكب راس ولا ما راكب راس؟ راكب راس. زول بيقول لك انا مثبت ماسك الكون وبنزل المطر، ما قادر توقف شباب، ما قادر تعمل حاجه، لانه كل الاشياء يا اخواننا شنو؟ بيد الله عز وجل. كويس معاك؟ وده يا اخواننا بيحملوا عقائد شركيه خطيره للغايه. الحاصل انه الشرك تفشى وله دعاة، ودي المصيبه، عنده دعاة عديل وعنده غنوات عديل منشوره. عشان كده المسلم او الداعيه اذا بدا يبدا بالتوحيد. والله البلد دي ناقصه توحيد شديد. زول زي ده بقينا دكتور وقال استاذ التفسير، قال تفسير القران بكليه الطب، قال جامعه ام درمان الاسلاميه، جامعه ام درمان الاسلاميه الف سلام وتحيه. اذا كان الخنجر ده استاذ التفسير، ده تفسير؟ زول ما عارف انه الله واحد، دي ما عارفها، ومصر جاوا امبارح هنا في الدنب وقال هاي، وقال عندي اكثر 70 دليل. ايوه قال 70 دليل، هو ده مسجل عندي بالفيديو، 70 دليل على انه غير الله بينزل المطر. يقولون هؤلاء ينزلون المطر، وهؤلاء يهبون الذريه، وهؤلاء يتصرفون في هذا الكون بما يشاءون، وان لم يشأ الله. هكذا قالوا، هكذا قال البرعي عبد الرحيم البرعي، هكذا قال إذا شئتم شاء الإله، فمشيئتهم مقدمة عند الصوفية على مشيئة الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. أما الصوفية يا ربك قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله، شنو البزيل البي ده دين الصوفية. تعتقد إنه الشيخ ينزل المطر، مرتك ما ولدت تودها للشيخ، دي صوفيه. اما في الاسلام كلام زي ما في، تسال الله سبحانه وتعالى وحده في كل صغيره وكبيره. شوف الله يجد اخواننا ذيل، والله تمش معهم ايمانياتك تزيد. بالله قعدنا مع العربيه شويه داري يبردوها، قعدنا مع عمك كبير جم غريه كده ما عارف زي ما شنو، قاموا استوالي سالوا في العقيده ما فيهم. هسه كان الناس ثاني تونس اسمع حاج كيف والسوق كيف ماشي، يا السوق شنو يا زول؟ عارف العقيده اول حاجه. الخنجر قال كده، قال بتمشي للشيوخ تدفع القروش اللي بيسموها البياض، قال لو دفعت بينزل لك المطر على حسب الطلب. فاذا كان يا جماعه يا عقلاء الشيخ محتاج لقروش 50 جنيه، كيف يقدر ينزل المطر؟ شيخ يملك السماء محتاج ل 50 جنيه؟ ما لكم كيف تحكمون يا ناس؟ لكن ده الدكتور، ده الدكتور، وهذه احدى علامات الساعه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن زي ده، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. هسا يقول لك انتوا قاعد تنبذوا. زول بيقول لك انا متحكم في الكون، ماسك الكون ومدبر الكون، ما قادر يوقف له شباب، ما قادر يوقفه. كويس معك؟ صار ماسك الكون. والله جد قال حسن بكم في الكون شنو؟ متحكم. كذاب. انت ترى متحكم في الكون بتفتح بلاغات؟ تفتح بلاغات في اخواننا؟ لازم تتكلم بالقران وبالسنه، لازم تتكلم بخشبهم بس. كويس معك؟ ما عندهم حاجه الا الكلام باللسان فقط. ايات واحاديث، ايات من كتاب الله عز وجل، واحاديث من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب انه الود جايبه ده، الود الاحمراني جايبه ده، ومنطط بالعمه وفرحان وينطط وداري شاكل وداري ضارب
عرفت كلامي؟ وجايبه والله الله يسألك، الله بيسألك من الكلام ده. احنا ما بنتضرر، انت بتغيص منه يعني؟ نحن جايين ندافع عن دين الله وبنركب نرجع، الصمام مضررين بحاجة طالما عملنا علينا أنكرنا المنكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وده الشغالين الآن، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنحن أنكرنا، تاني في حاجة أنكرنا، بعد ده تغيظنا نحن، تقول عندنا شيوخ بينزلوا المطر، ربنا بيسألك أنت وبيحاسبك أنت يا خنجر. وشوفوا على المعاوم من الصوفية جابوا، والله الله يسألكم إذا ما تبت من الكلام ده، واعلموا إنكم بالكلام ده ما بتحاربونا نحن. يا ريت لو قعد تحاربونا نحن، بس أنتوا قاعدين تحاربوا في رب العالمين. هل يستطيع إنسان يستطيع إنسان إنه يحارب رب العالمين؟ ما يستطيع إنسان يغلب رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا قال: وهو القاهر فوق عباده. ربنا بيقهرهم إذا ما تابوا. ونحن ندعوهم من هنا، الخنجر والصوفية المعاو وكلهم، يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك اللي بينشروه للناس، ويتوبوا إلى الله عز وجل من التصوف. فالصوفية أبدا ما يظن أنه بيغيظونا، نحن بنقول الحق ونبقى مارقين، والحق هو اللي بيمكث في الأرض. الله قال كده يا صوفي. ربنا قال: فأما الزبد، الزبد يا ودل في الطرف ده هنا في النيل، ده الزبد ده جزء منه، فأما الزبد فيذهب جفاء. شوف النيل طلعوا برا ولا ما طلعوا، وعين المويه هناك جوا نظيفة ولا ما نظيفة، ده المثل كده. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق بيمكث، الحق. شوف ابن تيمية ده حاربه كم صوفي وكم مجرم وكم أشعري وكم ضال ومبتدع، وينهم ذاته؟ ما شاء الله، كتب ابن تيمية ملأت جميع المكتبات في الدنيا، حتى عند العرب والعجم، حتى عند الكفار، حتى الصوفية ده ذاته. الواحد داريكش يقول لي قال ابن تيمية، خلاص الواد قشر يعني، ده من نجمك ذاته، ده نجمك بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.